السلام عليكم بنات، اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير، طولت عليكم. ولكن اليوم انا جيت وما جيتش بيدي خاويين، جبت لكم السوشي بمكونات بسيطه. نبقاو مع المقادير. المقادير اللي نحتاجوها البنات كيف ما قلت لكم، عندنا هنايا لافوكا مقطعها شرائح رقاق، عندنا الرز غادي نوريكم الطريقه ديالو، غادي نقولها لكم دابا حيت ديجا عندي مصايب. غادي نديرو كاس ديال الروز معاه جوج كيسان ديال الماء، غنخليوه كيطبخ حتى نحسو بالماء قرب ينشف، وغادي نغطيوه ونقلو البوطه، غادي نخليوه 10 دقائق حتى ينشف لنا كاع، ما تخافوش راه ما غاديش يتحرق. بالنسبه باش كنخلطوه غادي نديرو تقريبا ربع كاس ديال الخل، خل عادي اللي عندكم في الدار، معاه معلقه ديال الملحه صغيره ما عامراش، وجوج معالق ديال السكر حتى هما صغارين بالحق عامرين مزيان. عندنايا هنايا خيزو مقطع حتى هو رقيق، عندنا الخيار حتى هو مقطع بحال خيزو رقيق كيف ما كتشوفوا. عندي هنايا انا مخلطه غير جبلي مع لافاش كيري، جوج ديال لافاش كيري مع معلقه كبيره ديال الجبلي. عندي هذا الكافيار، هذا كيتباع في كارفور ما غاليش، بشي 15 درهم يمكن، والسوريمي غادي نحتاجو اوراق النوري، وغادي نبقاو مع الطريقه. دابا كما كتشوفوا البنات، قلت لكم قبل ما تقيسوا في الرز خاص ضروري نفزقوا يدينا بماء بارد ونبداو نبسطوا الرز بهذه الطريقه هذه، وحنا كنبركو مزيان على اوراق النوري. نبسطوا مزيان وما نديروش تبقى غليظه ديال الرز باش كيجي مقاد. صافي البنات، من بعد ما كنبسطو البنات الرز فوق ورق النوري، غادي ناخد سلوفان ونغطيه به مزيان بحال هكا، وغادي ناخد ورقة ديالنا ونقلبها كلها. انا علاش كندير ديك السلوفان؟ باش ما كتوسخليش طابية. انا كما كتشوفوا راه ما عنديش ديك باش كنلويو ديال العود لي نورمالمون كيخدمو بها، مي اي حاجه يمكن لكم تلويو بها. انا راه قبل هادي كنت كندير غير كاغيط، ديك الورق المقوى كنديرو في السلوفان ولا في ميكا وكنلوي به، نفس النتيجه ما كاينش الفرق. دابا غادي ناخدو فرماج وغادي نبسطوه بحال هاد الطريقه هادي في الوسط، ماشي على الورقه كامله، غير في الوسط ديال. انا علاش خلطت لافاش كيري مع جبلي؟ كيجي مذاقهم بنين بزاف. الا درت غير لافاش كيري بوحداته كيجي مجهد، والا درت غير جبلي بوحداته ما كيعطيش لوغو مجهد، زعما ما كيعطيش ديك لوغو بنين. كنخلطهم بجوج، ولا يمكن لكم ديروا فيلاديلفيا حتى هي كتجي بنينه. دابا غادي ناخذ خيزو ونبدا نصايبو هكا في الوسط. من بعد ندير الخيار، ديروا الكميه اللي تناسبكم، ما تقويوش بزاف. والخيار كما كتشوفوا انا راه زولت له الداخلاني ديالو حيتاش كيطلق الماء وغادي يفزق لينا بزاف السوشي، وغيتحل فاش نكونوا كنجمعوا غيتحل ما يشدش راسو. من بعد غادي نديروا السوريمي، السوريمي كيموت على السوشي. انا اختي ما كناكلوش، اختي ما كتاكلوش، كناكلو غير انا وكياكلو معايا القط ديالي. بغيتي السوريمي فلوفي؟ من بعد ما استفنا السوريمي بهذه الطريقه غادي ناخذ لافوكا حتى هي، وغادي نديرو هكا طريفات من الفوق بهذه الطريقه هادي. صافي، ودابا غادي ندوزو للويو. كنبداو بديك
السلوفان اللي عندنا الاولاني كنحاول نلوي به هو الاول. دابا عاد ندوز نلوي بهاد. هادي نحتاجها باش نزير وانا كنبرك، ضروري ما تزيرو مزيان. فاش كنكون كنزير البنات كنحاول نجبد هادي التحتانيه باش كيتزير ليا مزيان، حيت تقطع الا ما كانش مزير ان فوا ندوزو فيه الموس هادي يتهرس ليا، غادي يتحل ما يشدش راسو. صافي كنستمروا حنايا كنزيرو مزيان. وهو دا السوشي ديالنا واجد، الا حسيتيو به مرخوف كتعاودوا تزيروا. هانتوما في الزياره البنات حاولوا تجبدوا بهذيك التحتانيه اللي كتكون من التحت، جروها بيديكم مزيان وانتوما كتبركوا باليد الاخرى. ما تخافوش هاد الجناب كيعاودوا يرجعوا لبلاصتهم، غير كتبركوا عليهم كيرجعوا لبلايصهم. صافي السوشي ديالنا واجد. من بعد البنات كما وريت لكم راه هاد الكافيار ما غاليش وكاين في اللوان، انا خديت هذا النواغ رقيق، هذا الفوكافيار غادي نجيبو فوكافيار وغنبقاو ندهنو من الفوق بهذه الطريقه هذه. ماشي ضروري ديرو كونتيتي كبيره. عطيني نعطي ما يبقاش يفلو فيه. شوفي تاكل كافيار، تاكل كافيار هو كياكلو معايا فاش كيوجد. نصايب لك انا لاصوص السوشي. صايب لنا لاصوص السوشي. عندي ديجا واجده ما غاديش نوجدها حيت ديجا واجده. غنقول لكم البنات لاصوص كي كتوجد سهله وكتجي بصح، بحال ديك لاصوص كيما عارفين كيحطوا واحد لاصوص اللي هي حلوه و ميم طون كيحطوا الصوجا. الصوجا راه كتباع ما عندناش مشكل فيها. بالنسبه لديك لاصوص الحلوه غادي تاخذوا معلقه كبيره ديال الصوجا ومعلقه كبيره ديال الكيتشوب ومعلقه ديال العسل وغادي تخلطوهم، وها هي عندنا لاصوص ديال السوشي كتجي نفس المذاق. وفريمون البنات انا جربت السوشي في الدار كيطلع تقريبا بحالو بحال ديال الزنقه. عادي لازتيو فيه الصومو ما كيجي خطير، انا الصومو ما عنديش دا الصوم كونفيني غنقضي باش مكان ياك. وي ولكن ليسونسيال هو انك تصايب السوشي. انا تنموت على السوشي وما كنتش كنزعم ناخذو. كنت كنقول ديك الشيء ديالو حيتاش كيتباع غالي، هذه الاولى كنت كنقول دونك راه قوامو غالي وما غاديش نلقاه. ملي لقيت قوامو موجود كاين كاين اوراق النوري كيديروا ب 21 درهم ما غاليينش. هذا الكافيار خديته ب 15 درهم. السوليمي كيف كيعرفين راه رخيص. الافوكا عندنا موجوده، خيزو موجود، الخيار موجود، الفرماج موجود، الروز حتى هو موجود. الروز البنات حاولوا تاخذوا ديك الروز اللي مهرس ماشي الروز كلاصي، حيتاش الا درتي روز كلاصي غيبقى شاد راسو ما غاديش فاش غنبغيو نطلقوه فوق الورقه ديال النوري ما غاديش يبغي يتطلق لينا. صافي دونك ماشي الناس بسبب كاين 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 الروز اللي خاص بالسوشي. انا ندير لكم الروز اللي خديت كيجي بحالو دوماج. سميتو غالا، روز غالا، سميتو غالا. راه لومبالاج ديالو حمر كيجي بحال ديال السوشي. وهو علاش كيقول لك خصك تاخذ الروز ديال السوشي حيت كيكون فيه ديجا ديك الخل ديالو. انا خديت الروز عادي ودرت ربع كاس ديال الخل، معلقه صغيره ديال الملحه ما عمراش، وجوج معالق عامرين ديال السكر.
فاش تسلق لي الروز مزيان راه كينشف من الماء، ما كتحتاجوش تعاودو تصفيوه، ما كتعاودوش تحتاجو تصفيوه، كتخليوه يبرد شي شويه وكديروا له ديك الخل اللي مخلوط مع السكر والملحه، كتخلطوه به مزيان، صافي كيولي كيشد راسو بحال اللي كيتعجن. بسم الله. اول قطعه غنعطيوها الفلوفي. ضروري هكا بيبي هكا. يلا انا ما غاديش نقسم قبلك هاكل. هالو ضروري البنات اسمحوا لي نشف يدي، غادي فاش تكونوا كتقطعوا ضروري يكون السكين ماضي، وضروري تفزقوه بالماء مره مره فاش تبغي تقطعوا. انا عندي هيمو صغير ماشي مشكل، حتى هو غيقضي. خاصك تشري جنويه ماشي مشكل. هنايا واو كل مره نفزقوا الموس ونقطعوا تقريبا. هاد الرولو اللي درت غادي يطيح لي 11 حبه، ولكن الا قطعتيهم في هذا القياس، الا قطعتيهم كبارين ما غاديش يطيحوا لكم بزاف. دابا نقدروا نسميوك ميس يونغ، ميس يونغ يونغ. النهار الاولاني البنات اللي صايبتو شدوا لي الوقت بزاف، المره الاولانيه مي دابا ولاو كيجيوني ساهلين، كنصايبهم تقريبا دابا صايبتهم يوميا ياك. كنجري باش يطلعوا ليا في الراس، حتى الحاجه هي كنقوي منها كطلع ليا في الراس. كنت باغا ندير لكم المقليين ولكن غنديرهم ان شاء الله، غنمشي غير ناخذ لا شابلوغ ديال السوشي، حيت ماشي اي شابلوغ عاديه كنديرو. يمكن كتكون اباز ديال لوري، يمكن حيت انا قلبت على لا غوسيت باش نصوبها في الدار مي ما لقيتش. فكرت ندير شي شابلوغ بحال ناخذ شيبس ونطحنو ولا مي قلت جو بونس با يجيو زوينين، دونك من دونك ما نغامرش. كلاها كلا برافو فلوفي. فلوفي لا حطيت له الخضره بوحدتها ما ياكلهاش، وما عرفتش علاش في السوشي كلا لافو كلا لافوكا كلا الخيار كلا اصلا خيزو الروز. الروز نورمالمون قطو التمريم كيبغيو ياكلو الروز، ياكلو الروز. انا ما كياكليش الروز، ما عرفتش في السوشي كلاه، حتى هو كيبغي الحاجه غاليه. واو الالوان ضروري البنات الموس يكون ماضي، كل ما كان ماضي هادي تجينا تقطيعة زوينة. هادي هادي تحط هكا انا هاديك فلوفي، هادي سي بوغ فلوفي. فلوفي نو سي بوغ فلوفي. فلوفي كياكل في الكوزينة وهي كنمشيو للطبلة كيجي ياكل لي حقي. هادي بوغ فلوفي هاكا بيبي. هاي سي هاي مشغول ماما كياكل منسوليش. فين هي لاصوص؟ ها السوشي ديالنا البنات واجد. قلتلكم لاصوص كنديرو معلقة ديال الصوجا، معلقة ديال الكيتشوب، ومعلقة ديال العسل. العسل ماشي ضروري حرة ولا اي نوع ديال العسل، كديروه غير باش كتجينا حلوة، حيت هكا كيما عارفين
السوشي كيتحط معاه الصوجه وديك لاصوص الحلوه. لاصوص الحلوه هادو هما المكونات ديالها، جربوها وغادي تدعيو لي، ما فيهاش شي حاجه اللي صعيبه. معلقه كبيره ديال الصوجه، معلقه كبيره ديال الكيتشوب، ومعلقه ديال العسل. معلقه ديال العسل ما تكونش عامره بزاف باش ما تجيكمش حلوه بزاف. وهذا الشكل النهائي ديال السوشي ديالنا. المره الجايه غادي ندير لكم السوشي المقلي، وبقاو معايا غادي ندير لكم السوشي بالورقه ديال الرز. باش فزقتي ورقه الرز؟ البنات الورقه الرز كنفزقها غير بالماء عادي، الماء عادي، وكنخلط معاها شويه ديال الصوجه. صافي، هي الماء والصوجه في كنديرهم في جبانيه كبيره. صافي، ضروري شوفوا الورقه خصها ضروري تبقى فازقه، ما تنشف لكم حتى شويه هاد الورقه ديال الرز. الا نشفات هي شويه ما كتولي كتلصق بزاف وما غاديش تشد. ما ديريش على شكل سيجار، نديرو لك سيجار كبير. ما درتيليش فرماج؟ غادي نديرو فرماج وغنديرو لافوكا والسوريني. ديري لي بزاف. كنطلقو الفرماج على الرز. يمكن لكم ديروا الفرماج هو الاولاني، انا حيت الورقه قلت لكم الورقه فخاجيل بزاف وما خصهاش تنشف. على داكشي درت عليها الرز باش بجوج بهم يشدوا. صافي، لا ما ديري لي السوري، ما ديري لي لاك، ما بغيتيش السوري؟ لا ما عرفتش. المهم هاد الاختراع ديالها هي، انا قلت لكم هادشي ممكن تعمروا باي حاجه. ممكن ديري الموم كيجي زوين، اناناس، مي الاناناس من الاحسن يكون رطب حيت الا كان قاصح ما يبغيش يتقطع. من اي نوع ديال الحوت كيجي زوين. صافي، ودابا غادي نجمعها، نحاول نجمع الجناب هما الاولى. وغادي نجمع بهذه الطريقه هذه، وعاد غادي نبدا نزير. واو، ما زدتيش عليها راح مقا، وانت ما شبعتيش فلوفي. كلويوها هي الاولانيه البنات، عاد نبداو نزيروها. صافي، نو اتس فاين، بلا ما تزيرها لي ما تقطعيهاش، نخليها لك صحيحه. ما قطعش؟ قطع. اجي نقدر نخشيوها في الفرن. هادي ممكن تدار في الفرن، ولكن ماشي بهاد لي زانغريديون. لا ماشي ماشي بلافوكا، لافوكا في الفرن ما كتجيش زوينه. كروفات ولا وي كنت غندير ديال الكروفات سلطه مصاب. نولي عايشه شويه، نولي شينويه، نولي عايشه هي بسوشي. هادي ضروري البنات هادي نديرها هنايا باش تشد ليا راسها، حيت كيلصق ليا في الطابي بهاد الطريقه هادي. دونك ما تقطعيش دابا، تخلي حتى لا ممكن تقطع، هي من الاحسن تخليها تشد راسها شويه عاد تقطع. حتى جو بونس غتيبس من الالم. غادي تيبس. هادي ما نقطعهاش حيتاش مازال الحال على المغرب، دونك غادي نخليها في حال هكا حتى يبغي يدن وعاد غادي نقطعها.
دابا نوريكم الشكل النهائي ديالها. ودابا سالينا بالصحه والراحه البنات، وتسناوني في الفيديو المجي ان شاء الله غادي ندير لكم السوشي مقلي. وإلا كنتيو باغين شي حاجه اللي نصايبها قولوها لي، بروبوزيو عليا شنو ندير لكم في البلان المجي. بالصحه والراحه وعواشر مبروكه، ويا ربي يرفع علينا هذا الوباء، ونتمنوا يا ربي صحه وسلامه للجميع، وتكون بلادنا في امن وامان، ونجوج هاد البنت نرتاح منها ان شاء الله، واحتفلوا في باغا نجوجو. اللي عنده شي قطه باغي هاد تزوج يعلمني عافاكم، راني باغا نزوجو ما لقيتلوش المدام، كنموت عليكم تهلاو في راسكم. باي.